كذبت علي وعلى عائلتي. كافي الله يخليك، كافي. خليتيني أعيش بخيال فريدة، خليتيني أتخيل السعادة وياك. ما أدري إيش أقول لك. امشي طلعي برا. ما راح أروح لأي مكان وأنت لازم حسة تسمعني. وأنا كنت مستعدة كل حياتي أسمعك. شوفي، شوفوا هذا البيت كان راح يصير بيتنا، وكنت أحضر كل شيء. شوف الهول، شوف المطبخ اللي كنا راح نتريق به. مع كل الأسف كنت مقضيها أحلام، بنيت لنا عالم غير. أنت إيش سويتي بحياتك؟ ها إيش سويتي على مودنا؟ ليش هيك سويتي بيها؟ أمشي طلع برا. جمال، أنا طول عمري بعد ما أريد أشوفك، اسمعين لولا. جمال صدقني هذا فخ، هم ما يردون نكون سوا. من أمه؟ هم أبوك. أبويا؟ أبويا اللي طبب واحد غريب بالبيت؟ أبويا اللي راح يفرفر ويا سليم مدري وين ما وين؟ ها؟ أنت تعرف كل زين إنه أبوك ما يريدني، وتعرف هم إنه كان يريد يزوجني سليم بالغصب. ليك كشف على حقيقتك قبل الآن يا مش طلع برا. افهم زين جمال، ما صار شيء بيني وبين سليم، افهم. انا كنت مخدره. امشي طلع برا قلت لك. استغليتي الوقت واحنا ما كنا بالبيت، ها، والطببين واحد غريب هيك تسوين بيا؟ انا استحق هذا الشيء؟ امشي جمال. سمعيني عدل، بعد ابد ما اريد اشوفك.